يعني هنا انا مثلت المستوى بخط واحد بس هو الحضاره. اما الاقي السي دي، سيبك من السي دي، ده نقطه ناقصه اساسا كان مش كامله، وبالتالي مش هتقدم حاجه كمان مش موجوده، خبيها خالص. بقى المستوى دلوقتي اللي قدامي معروف خط الحضاره، عاوز ايه؟ عاوز اجيب على سبيل المثال تجيب الافقيات. افقيات هذا الايه؟ هذا المستوى. تجيبها ازاي الافقيات؟ الافقيات عموديه على خط الحضاره. طيب هجيب الافق رقم كام؟ والافق رقم كام؟ هنا انا بجيب الافق اتش 4 واتش 8، طب الاتشات اللي بينهم؟ لما ادرج المستقيم ده اعرف اجيب هذه الاتشات. يبقى اقدر ارسم ترو لينكس واحط خد دلتا زد بواحد بس الموازي، جت المسافه دي اللي هي الاي، المسافه دي اللي هي الاي، وبالتالي النقطه دي منسوبه كام؟ 5 5 ولا 3؟ 5 5 ماتريال حضرتك. تمام. اقدر ارسم بقى افقيات دلوقتي ادي اتش 5 واقدر احط كمان اي واجيب اتش 7 واتش 6 زي ما انا عارف كل افقيات المستوى. يبقى الخط الواحد هو خط، بس مش خط الخط ايه؟ الحضاره. الحضاره مش خط المستوى. ده خط الحضاره بتاع المستوى يمكنني ان انا اعرف كل حاجه عن المستوى، كل حاجه عن المستوى. من ضمن الحاجات الضروريه اللي تعرفها عن المستوى ان انت تكمل نقطه جوه المستوى. يعني معاك نقطه ناقصه وعايز تكملها جوه المستوى. قلت لك من شويه بص من عمري ماضي الكاميرا جوه المستوى تلاقي تسيير ولكن صغير خالص زي هتتسد من النقطه ديت. بص من عمري على خط الانحدار ممكن اهرب بيها خط افقي، يعني اسمين اللي يقول ايه؟ ارسم من هنا خط افقي اللي هو ده افقي اللي هو مش كده، طبعا تقول افقي كده لا خط افقي انظر الافقيات بعمل كده. طب وبعدين؟ هيقعد عندك نقط قيسها هيقعد عندك نقط منسوبه كام؟ قيسها قيسها وزود على 6 يبقى هو ده مكتوب سي برضه. 6 و 6 خط افقي تخيل كده رسمت خط افقي هنا. خط افقي ده هيرفع ايه في نقطه لو جبت منسوب ديت اللي هو 6 وشويه اكيد 6 وشويه 6 ونص مثلا يبقى على طول سي منسوبها نفس الكلام صح؟ طب اجيب منسوب دي ازاي؟ دي اجيب منسوبها ازاي؟ لو انا كنت راسم الشكل الحقيقي وتطلع على الشكل الحقيقي على طول، بس انا للاسف ما رسمتش طول حقيقي الشكل الحقيقي. امال اعمل ايه؟ ممكن تعملها باي طريقه. من ضمن الطرق ان انت توصل ايه بسي وصلهم ببعض بقى ده مستقيم. المستقيم ده معروف عليه كام نقطه ليها منسوب؟ واحده. واحده اللي هي مين؟ ايه لا في الحقيقه ثلاث نقط وخمسه وسته. برافو عليك. النقطه دي موجوده عليه منصوبه كام؟ خمسه. خمس ايه؟ على الافق يا ابني اللي هي مش خمسه. يبقى النقطه دي منصوبه خمسه ودي منصوبه كام؟ سته. سته. ثلاث مناسيب على مستقيم واحد نعرف نجيب منه طول حقيقي؟ طبعا فيا اثنين. يعني مثلا النقطه دي ليه منصوبه اربعه؟ مع دي منصوبه خمسه، اعمل عمود واحط كام؟ واحد. واحد ووصل. وبعد ما توصل ادي الواحد ووصلت مدينا طول حقيقي عشان نطلع من سي بعمودي كمان ونقيس المسافه دي اللي عند السي، المسافه دي. طيب المسافه دي طلعت ب 2 و 1 من 10. يبقى سي منصوبه كام؟
خط الانحدار. خط الانحدار. طب خط الانحدار بيترسم ازاي؟ عمودي على عمودي على افقيه المستوى. بيترسم ازاي يا باشمهندس؟ بيترسم عمودي على افقيه. خلاص؟ خط الانحدار يبقى عمودي على ايه؟ على الافقيات. جبت خط الانحدار، طب حطيت السهم لتحت ليه؟ عندي معلومه، تقول السهم ناحيتي ولا ناحيتي؟ ما عنديش، ما انا حطيته هنا ليه؟ في الحقيقه زي ما قلت لك من شويه بيبقى هنا كده في المكان ده، في المكان ده هو ده البيت اللي انا بعمله السقف بتاعه هنا كده، وبالتالي السقف يبقى هنا عالي على الحيطه ولا واطي؟ عالي طبعا. اه؟ على الحيطه. يبقى اعلى هنا، السقف هنا يبقى اعلى، وبالتالي في انحدار لبره عشان المايه لما تنزل على السقف في المطره تتحرك فين؟ تتحرك بره البيت، مش تتحرك جوه البيت. خلاص؟ يعني عاوز اقول لك ايوه عاوز اقول لك ايوه الاتجاه الانحدار ده حسب جو المساله. ايوه حسب جو المساله هتعرف اتجاه الانحدار. ايوه طيب ملقن ايه؟ شغال ملقن هي. ايوه طلعت بره. ايوه النقطه دي اول ما اصيبها كام؟ خمسه. خمسه تعرف تضرب المستقيم ده؟ ده يعني تعرف تجيب عليه مسلوب نقطه كمان مسلوبه سته؟ تعال نشوف ازاي كده. هنرسم طول حقيقي المستقيم ده بالرغم ان انا ما عنديش الا نقطه واحده. زاوية الميل. هتسيب طول حقيقي. اه ما هو طول حقيقي هيميل عليك كام؟ 30 60. 30 صح ولا لا؟ 30 60. الزاوية بتاعتك هيميل على نقطة كام؟ ب 30 كويس. لو انت جيت رسمت خط موازي للخط ده على بعد واحد، يبقى لو انت زدت هنا بواحد بين النقطة دي والنقطة دي، جبت زد واحد، يبقى المسافة الأفقية اللي بينهم اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فترة. اسمها فترة. اسمها اه. إذا كان في نقطتين. دي ست. اللي هي ديت. مش ست. مثال. أنا عايز أطلع كام؟ دي هنا بتبقى أي. ست. لو جبت زد بين دي ودي بواحد. أنا عايز أطلع كام؟ طب ما أنا جاي أعمل الدلتا ست. أنا رسمت خط موازي على بعد واحد. على بعد واحد. لغاية ما أطلع على طول الحقيقي في نقطة نزلت بعمل كده. يبقى ضمنت ان دي تبقى واحد، وبالتالي ضمنت ان دي تبقى الاي. تاخد ايه؟ ايه؟ وبالتالي النقطة دي تبقى منصوبة كام؟ ستة. ست. ست. وبالتالي تقدر ترسم اتش ستة ولا لا؟ اقدر. تقدر ترسم اتش ستة. تعرف ترسم اتش سبعة؟ اه. نفس الفترة نقلها. خد بقى الاي من الناحية دي وارسم اتش سبعة، أنا بعتذر بالمرة الأخيرة.